سلام، وش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا هانيين ومتهانيين وتكونوا بصحتكم. فيديو اليوم ان شاء الله راح تشوفوا فيها لقطات وجبت معايا من ريحة بلادي، راح تكون فيه وصفة روعة. والهواية تاعي الثانية يبعد الكوزينة. يلا نبدأ، بسم الله. ومن الحوايج اللي لازم تكون حاضره وتجي معانا من ريحه البلاد هي الدقله. الدقله هنا كاينه بصح ماهيش بنينه خلاص، حاشا نعم تربي، وتلقايها تتباع تكون قليله خلاص ومعمره بالجلوكوز، ماهيش بنينه يعني حاشا نعم تربي. ما كانش كيما دقله النور تاعنا احنا الجوزيه تاعنا. الجوز تاعها كان من فوق باين بصح كي خبيتها بالك مسخانه، هذاك الجوز دخل لداخل بصح ولا غير بنينه الماركه هذه. جبت انا الناعمه، النعمه انا نعرف نديرها مش ما نعرفش، بصح لا غير مع المشكل تاع رقبتي ما نقدرش يعني نبقى مطبسه ونحل في الوراقي ونطيب ما نجمش على غالب. وجبت شويه تاع روينه، الشخشوخه، الفلون تاع نواره، لقيت غير الفريز هذاك النهار، جبت التريده، شويه فريك ان شاء الله رمضان، وهذاك الروز تاع المحلبي. راح تقولوا لي عندنا الروز، وي عندنا الروز لهنا، بصح كي نرحيه كي ندير المحلبي تاعو صدقوني والله ما يجي بنين، لوغو تاع الجزائر مبدل. وكانت انا بنت اخت مرت خويا، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا هو الانستغرام تاعها، تكتب الاسامي فوق اي حاجه تحبوها نتوما، درتهم لي كادو، نقولها ربي عايشك وربي يحفظك، روعه باهيين. وهذا وجبت معايا بخاره برك هديكا، وهذوما طويجنات صغيرين تانا ملح في رمضان. وهذا الطاجين عنده قريب 3 سنين وكتبت لي باش جا معايا، كل مره نحطهم بعد نعاود نحي نخاف نتكسر لي، يا اخي الحمد لله ما تكسرش. وهديه تاع رمضان شريتها لي يما العام اللي فات وما قدروش يبعتوها، كتبت سناون ان شاء الله نشعلوها في رمضان ان شاء الله. هاني جبت لكم ريحه رمضان، ان شاء الله يدخلينا بالصحه ولهنا يا ربي. برك هذا وجبت والحمد لله. وهذه من الهوايات اللي نحبها ياسر، نحب الطياب كما شفتوني، نحب نشارك معاكم الحوايج اللي نحب نطيبهم. ودانا نحب نشيح الورد، الورد انا كي نشريه نستمتع به يامات، ومن بعد اليوم نطيشو ولا ما يتفتفت ونطيشو هكاك نحكم من يبسو. وهادو ما كل يبستهم انايا يعني كي تشوفوا يعني مش نشري ونطيشوها، ما طيشناش ما راحوش خساره سوارت. المهم نحكم الورد كيما هكا، نحيلو الريش بزاف هذاك اللي يكون من تحت باش نقدر نربطو، ونستفهم هكا فوق بعضهم ونربطهم بالحبل هذا كيما هكا. ومن بعد نعلقوهم كي يعود الصيف، علقوهم هكا حتى على برا، ولازم تعلقوهم كيما هكا، تقلبوهم كيما هكا شوفوا باش يشيحوا لكم مليح. صدقوني روعه، وحتى كذوكا كي تيبسوهم الورده دايا من بعد راكم رايحين تزينوا بيه، ماكمش رايحين طيشوه ولا يبقى هكاك، تزينوا بيه والله صدقوني روعه، حتى الدار حتجيكم تبها، حتجيكم الدنيا باهيه ان شاء الله يا ربي ديما ايامكم ورد. ودركا بعد ما كملنا الورد تاعنا احنا عطيتلكم واحد لاغوسات بنينه ياسر، القطوه هذه بالجو تاع تشينا، صدقوني كون ديروها عن بالي راح ينطيشوا دوك لاغوسات اللي عندكم الكل، وتبقاو ديروا غير في هذه خفيفه بنينه وسهله. لي زانغغيديون راح تلقاهم في الاخر تاع لاغوسات. ونبداو بسم الله، 3 عظمات السكر فاني ومغرف صغيره تاع بشور البرتقال. هنا 120 غرام تاع السكر راني كيكيلتها في الكاسه، دا جاتني قريب فوق النص كاس. بعد ما يتخلطوا العظام والسكر وبشور التشينا نزيدو لهم الزيت بشويه، والباتور تاعنا ولا البيتخا راهم يخلطوا.
بعد ما يتخلط الزيت مع العظام والسكر راح نزيدو جو تاع تشينا. انا عندي هنا 120 غرام اللي هي قيمه زوز كعبات كبار تاع تشينا. هنا عندي فارينة ونشا وخميرة الجاتو، دوك نغربلوهم كيما هكا ونديرو تخليطة خفيفة برك للكيكة تاعنا هدية، ما تبقاوش تخلطو بزاف باش ما يطيحش، باش تبقى خفيفة يعني. وهذا هو القوام تاعها كيفاه لازم يكون. الفور راني سخنتو، راني حطيتو يسخن على 180 درجة. المول خيرو اي مول عندكم انتوما، تدهنوه بالزبدة وتغبروا عليه الفارينة وتحطوا فيه الكيكة تاعكم الطيب على 180 درجة. انا شعلت لها من فوق ومن تحت، وكل واحدة والفور تاعها والمول تتحكموا فيه انتوما. الا حبيتوها تكون هابطة راح ديروها في مول كبير، حبيتوها عالية ديروها في مول صغير، في مول كارية، في اي مول عندكم. هنايا بعد ما طابت بيان سي راح تتاكدوا بلي طابت ولا لا، دخلوا فيها موس ولا فرشيطه ولا اي حاجه. كيما هنا شوفوا راهي تخرج ناشفه، سيبا راهي واجده. هنا من بعد التزيين يقعد ليكم انتوما. انا واش درت، زدت دهنتها من الفوق بلا كونفيتور دبريكو. تحبوا تغبروا عليها سكر كلاس ولا ما ديروا لها والو، تاكلوها كيما هكا انتوما. واش عندكم في الدار دهنه خفيفه بصح بلا كونفيتور دبريكو، راح تزيد لها البنه مع تجيكم فيها ريحه التشينا مع المشماش هذا اللي من الفوق، روعه. زيد زينتها من الفوق بلي زامون دي فيلي من الفوق، وما تاكلوا بالصحه. ودرك نعتها لكم من الداخل كيفاه جات، روعه، تحفه تحفه تحفه. نورمالمون راهي تبان لكم الخفه تاعها، وراني قصيتها وهي سخونه. دوك تشوفوها صدقوني خفيفه ريشه، بنينه ياسر مع كاس كابوتشينو ولا فنجل تاع القهوه ما نحكي لكمش. انا بهكا نقول لكم الفيديو تاعي راهو قرب يفض، ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا منه ولو بحاجه قليله. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني في لاشين باه يوصلكم كل جديد. انا نقول لكم تهلاو في رواحكم وبزاف بزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعات الخير. انا نقولكم قاول خير، تشاو تشاو.